السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل صنعاء تكشف تفاصيل إحباط أنشطة استخباراتية أمريكية وإسرائيلية، ولنتابع التفاصيل. كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة صنعاء عن تفاصيل تمكنها وبمساندة المعنيين في وزارة الدفاع من إلقاء القبض على عدد من الجواسيس خلال الأيام الماضية. وأوضح مصدر أمني لوكالة سبأ أن هؤلاء الجواسيس تم تجنيدهم للعمل على جمع المعلومات ورصد مواقع تابعة للقوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية لصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي. وأشار إلى أنه بعد إعلان الشعب اليمني وقيادته عن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مساندة للشعب الفلسطيني المحاصر وتنفيذ عمليات استهداف مواقع العدو الصهيوني بالأراضي المحتلة وكذلك منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وفي إطار العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن، رصدت الأجهزة الأمنية نشاطاً استخباراتياً للعدو الأمريكي والإسرائيلي وعملائه من الخونة والمنافقين، تمثل بقيام عملاء يتبعون ما تسمى قوة 400 بتركيز نشاطها وتجنيد بعض ضعفاء النفوس وتكليفهم برصد وجمع معلومات عن أماكن إطلاق الصواريخ والطيران المسير المستهدفة للعدو الصهيوني. وأكدت الأجهزة الأمنية أن من تم إلقاء القبض عليهم اعترفوا بتنفيذ مهام وأنشطة استخباراتية أسندت إليهم بعد تجنيدهم، كان أبرزها تنفيذ عمليات رصد مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسير ومواقع زوارق القوات المسلحة ورفع إحداثياتها لمشغليهم فيما تسمى قوة 400 بغرض استهدافها من قبل طيران العدوان الأمريكي والبريطاني، وارتقى بسبب ذلك عدد من الشهداء وأصيب عدد من الجرحى ونتج عنها أيضا خسائر مادية. وقالت إن من ضمن ما أكل إلى الجواسيس حسب اعترافاتهم تنفيذ عمليات إجرامية وتخريبية تمثلت القيام بعمليات إعطاب وإحراق آليات تابعة للقوات المسلحة والأمن، ثم التجهيز لتنفيذ عمليات اغتيالات باستخدام مسدسات كاتمة للصوت ومواد متفجرة بغرض تشتيت القوات المسلحة عن مواجهة ثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وإسناد الشعب الفلسطيني المحاصر، ومحاولة ضرب الجبهة الداخلية وزعزعة الاستقرار في المناطق الحرة خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي من خلال تلك العمليات التخريبية والإجرامية. وجددت الأجهزة الأمنية التأكيد على أنها لن تألو جهداً في القيام بمسؤوليتها في تأمين الجبهة الداخلية وتحصينها من محاولات اختراق العدو الأمريكي والإسرائيلي. حذرت من خطورة العمل لصالح أجهزة الاستخبارات المعادية والتي تصل عقوبة ذلك إلى الإعدام. ولفتت الأجهزة الأمنية إلى أن الإعلام الأمني سينشر جانباً من اعترافات الجواسيس بالإضافة إلى أسماء بعض قيادات ما تسمى قوة 400 في وسائل الإعلام الوطنية الساعة 3:00 اليوم. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.